طريق متهالك لم يعد صالحا للسفر والنقل. هذا هو خط الرباع طول الباحة غرب محافظة لاحق، المنفذ الأخير الرابط بين تعز وعدن، حيث بات في أمس الحاجة لإعادة تأهيل بعد أن تحول من منفذ للعبور بين المحافظات الشمالية والجنوبية إلى نافذة للموت. في هذا الأسبوع تقريبا أكثر من 10 سيارات اللي تقلبت بسبب الحفر، راحت المقصات حقها وتواير. من البشر تقريبا أكثر من 2 وفيات وأكثر من 10 جرحى و15 جرحى اللي نقلناهم. عشرات الوفيات والإصابات الناتجة عن زيادة الحوادث المرورية التي يشهدها الطريق أسبوعيا، فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بالمسافرين جراء الحفر وضيق جانبي الطريق، خصوصا مع تزايد أعداد المركبات الثقيلة التي تعبر من هنا وترك الطريق دون أي صيانة. نناشد الجهات المسؤولة، نناشد السلطات المحلية أن تقوم بدورها الفعال في التعاون معنا في رفع معاناة المواطنين، في رفع معاناة المسافرين. الطريق الذي أضحى تحديا صعبا أمام اليمنيين وحركة تنقلهم ونقل البضائع، بات يتطلب من الحكومة والسلطة المحلية العمل الجاد لصيانته وإعادة ترميمه للحد من نسبة الحوادث المرورية وتقليص عدد الضحايا المتزايد. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، محافظة لاحق.